نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأحد 26 تشرين الثاني 2017. لا يزال التريث هو المسيطر على المشهد السياسي الحكومي والدستوري اللبناني. ماذا في الأسبوع الآتي؟ هل سيطول هذا التريث؟ وماذا عن الانقسامات الداخلية بتيار المستقبل؟ نهارك سعيد سعادة النائب عقاب صقر. نهارك سعيد أنت وجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني شوي مربكة أنا ببداية الحديث، لأنه عادة لما نستضيفك نسألك عن أجواء الرئيس الحريري بصفتك من المقربين، بس إحنا اليوم كإعلاميين ما كتير عارفين يعني كيف ممكن اليوم أنه نخاطبك، هل بصفتك من المقربين، هل بصفتك من المغضوب عليهم، هل لا يزال سر الرئيس الحريري عندك؟ فكتير من الأقاويل اليوم بتقول أنه يمكن صرت من المبعدين بالملف الداخلي بتيار المستقبل. خليني أكون واضح، أنا نائب بتيار المستقبل اللي بيرأسه الرئيس الحريري، وبالتالي أنا لا مرة قلت من المقربين، وبالتأكيد أنا مش من المبعدين، ومني معني رد على حملة بالتأكيد شائعة. مش من المبعدين؟ أكيد، يعني هذا شيء أكده الرئيس الحريري، وعم يأكدوا وجودي هون لأحكي كنائب بكتلة يرأسها الرئيس الحريري، ومني معني بالرد على شائعات سخيفة صراحة، لأنه سئلت من عندكم التلفزيون وقلت لا تعليق. يعني هذه مجموعة الشائعات والكلام اللي ما قاله أساس، ما بلاقي حالي معني أني رد عليه، ولا اللبناني مضطر إذا نحن عم نعمل حلقة هلأ يسمع أنه في مجموعة شائعات بدي رد عليها. البلد مليان شائعات وفي ناس شغلتها، بس هذا مش بس كان بإطار الشائعات، يعني هذا كان بانطباع المتابعين عن قرب والإعلاميين، وإذا بدك يعني كل السوشيال ميديا اليوم مع طلوع مع الأزمة الأخيرة اللي عانى منها أو اللي عانى منها لبنان ككل والرئيس سعد الحريري، كان في أصوات عم بتقول إنه عقاب صقر وغيره هو من الناس اللي قرأوا المشهد بطريقة يمكن غلط، بأنه السعودية اليوم سيطرت تماما على قرار الرئيس الحريري، وبأنه إذا لابد من مغازلة الموقف السعودي، وضعت أنت بهذه الخانة مع غيرك، ولكن يعني تحديدا أنت من تيار المستقبل كنت رأس الحرب بهذا التيار الذي هزم في النهاية، يعني على الأقل هكذا تبدو الصورة. في ناس بالبلد مولعة بالانتصارات فبتحب دايما تعمل انتصار يومي، يعني إذا مديت إيدك تسلم عليها بتقلك انتصرت لأن مديت إيدك قبل، ودايما بتحط مهزومين ومنتصرين. ما في حدا مهزوم وحدا منتصر بتيار المستقبل. تيار المستقبل هو تيار واحد برأسه الرئيس الحريري اللي قال كلمته. خلينا إذا عم يقولوا أنا غلطان، اللي عم يقول ويزعم إنه أنا غلطان، خلينا نشوف على أي أرض قاعد. كبير يعني. كبير، طيب على أي أرض قاعد؟ أنا بغلطان بشو؟ يعني بدي أعرف، أنا لما بيقول واحد إنه في غلط بدي يوضح وين الغلط. خليني أقول لك وين الغلط. يعني لما صارت الأزمة كان في صوتين عم يطلعوا، في صوت داخل تيار المستقبل ويمكن هو يلاقي المزاج العام اللبناني إنه رئيس حكومتنا بأزمة، في مأزق حقيقي هو في بالمملكة العربية السعودية، وأقرب المقربين لإله قالوا هذا، لا بل ويعني دعموا رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل للقيام بضغط دولي لإخراجه من أو لإنهاء هذه الأزمة، بينما سمعناك عم بتقول إنه لا منه محتجز بالسعودية، في لك تصريح بتقول فيه هو بكامل يعني بكامل حريته استقال، ووصل بك الأمر إنك تقول إنه حتى لما استقبلوا الرئيس ماكرون هو لأنه هذا تقليد عادي بين الإليزي وبين آل الحريري، بينما الوقائع بتقول أنه هذا الاستقبال الذي أول شيء هذا الهلع الذي دب في الشارع اللبناني وفي الطبقة السياسية اللبنانية، وهذا الاستقبال اللي كان بالإليزي منه استقبال لإنسان عادي عم بيزور عادي، ولا الاستقبال اللي هون ببيت الوسط صار هو استقبال لحدا سافر يومين ورجع، في فعلا يعني مشهد غريب رفضت الاعتراف فيه. طيب خليني أجاوب، عملت مقدمة كتير كبيرة. رئيس الحريري شو قال؟ بشو تحديدا؟ شو قال؟ بس طلع قال هو محتجز بتغريداته بالسعوديه هون، قال انه محتجز، بس انه كثير قليل عاده لما واحد يكون محتجز. طب انا وهو رهينه مؤمن بحاجزه انه يطلع يقول انا محتجز. طيب هو قال محتجز شيء؟ لا. عال
إذا أنا رهائن إعزاز كمان قالوا إنه نحن بضيافة أبو إبراهيم. أول شيء برفض التشبيه بين رهائن إعزاز، كانوا رهائن ومعترف إنه رهائن، بس هن هونيك كانوا عم بيقولوا نحن بضيافة أبو إبراهيم. خليني كفي فكرتي، خليني كفي فكرتي بس لو سمحتي. أول شيء هن كانوا رهائن وكانوا مخطوفين، رئيس الحريري ذهب بإرادته لم يكن مخطوف، هل هو قال إنه محتجز؟ أنا بصدق رئيس الحريري لما هو بقول مش محتجز، أنا بقول مش محتجز. وإذا بدي روح أكثر النقطة عادة الرهينة لما يكون عند محتجزه ما بيقول أنا محتجز وعنا دلائل على هالشيء، لا بقول محتجز. رئيس الحريري هو رئيس حكومي منه رهينة، وإجا لهون وقال مني محتجز، وهنيك قال منه محتجز، وهلأ عائلته كلها بباريس، وقت كان عم قولوا عائلته مهددة كلها موجودة، وتصورت مع الرئيس الفرنسي بكامل أفرادها، وما قال إني محتجز. وبدي روح أبعد من هيك، أنا أول شيء بصدق رئيس الحريري إنه مش محتجز، وبأكد على كلامه، ما بقدر إني كذبه بأي طريقة، هيدي واحد. اثنين، بدي أفترض، بدي روح بافتراض وفرض المحال ليس محال، إنه رئيس الحريري كان محتجز وقدر هو إنه المصلحة يقول مش محتجز، أو الضغط قدر إنه المصلحة، أنا بقدر بعكسه كمان مش حكمة. إذن بما إنه هو قال مش محتجز أنا بصدقه، وإذا كانت المصلحة التي يراها أن لا يقول محتجز، بدي أفترض المحال وأفترض كان محتجز مع إنه ما عم يقول هيك أبدا، كمان أنا بدي أمشي معه بكل بساطة. أنا انسجمت مع موقف الرئيس الحريري وعبرت عما كان يقوله لي الرئيس الحريري بالحرف، كلمة بكلمة، حرف بحرف، نقطة بنقطة، لحظة بلحظة. يعني تصريحاتك اللي كنت عم بتقولها هي بتوجيه من الرئيس الحريري؟ طيب كنت عم بصر، يعني أنا لما قلت أنه الرئيس الحريري مثلا مش محتجز وبيطلع بيطلع تويت أنه لا أنا محتجز بعائلتي محتجزة، كنت عم بصر؟ لما بقول أنه الرئيس الحريري يوم الجمعة بيرجع ويوم السبت بيلتقي الرئيس ماكرون وبيرجع بيعمل جولة عربية، كنت عم بقرأ كواكب ونجوم ولا عم بسمع منه؟ بس يعني بدي اسمع منك، كنت عم بتقول شو هو عم يطلب منك؟ يعني لكن أنا تكهنت فيهم تكهن. طيب سؤال، أنه هاي كان تخاطر يعني تليباتي بيني وبين الرئيس الحريري؟ إذن أوكي، إذا كنت عم بتقول على الإعلان ما يعني ما الحديث بينك وبين الرئيس الحريري؟ أنا كنت أتواصل مع الرئيس الحريري يومي، وكل الزعم بأنه ما كان عم يتواصل هو غير صحيح. رئيس الحريري موجود وفي أكد أو ينفي هذا الموضوع. على كل حال ثبت بكل تغريداته وبما قاله قبل عودته وبعد عودته أنه ما في شيء قلته كان من بنات أفكاري. وثانيا والأهم أنه أنا قلت اقترحت خارطة الطريق بناء على كلام من رئيس الحريري. أول شيء قلت رئيس الحريري عم يأكد، وحتى كل يوم كنت أطلع على الحوار، عفوا، على التمسك بالسلم الأهلي وعلى الحياد أو النقي بالنفس. هذا الكلام كان يقوله الرئيس الحريري، وما بعتقد في واحد خاضع لضغوطات دولة عم يصنفوها صاروا البعض أنه دولة اعتداء وغيره، هي المملكة العربية السعودية، وأنه هي بتعمل حرب بلبنان. ما بعتقد واحد قاعد بإقامة جبرية بدولة بتعمل حرب بيعطي بكلام واضح أنه أنا أهم شيء الحوار، السلم الأهلي ممنوع ينمس فيه، والحياد الكامل للبنان، ونسيت كلمة أساسية اللي هي اليمن، وهيدا اللي هي المطلب الأساسي لهالثلاث كلمات. لا ما نسيتها، الحياد الكامل للبنان بيعني اليمن وسوريا والعراق والبحرين بيعني ما يعني مش بس اليمن، لحتى بس لا خليني كفي. زائد أنه أنا قلت أنه ما في حل إلا بالحوار. طيب اليوم خلينا نشوف لشو صلنا. أستاذ عقاب حأحكي عن الحوار وعن الأجندة المطروحة. مش حأكفي على الحوار، حأقول لشو صلنا. خرج الرئيس الحريري بهذه الثوابت الثلاثة وسلمها للعماد عون وتكلم فيها مع الرئيس بري، لم يغير حرف مما قالوا في السعودية وما خرج به. وقبل المقابلة كانوا عم يقولوا الرئيس الحريري بده يحرق البلد، عمل المقابلة وكانت المقابلة جدا واقعية وعقلانية، وقدم فيها الطرح نفسه اللي قدمه هلأ. وإذا بدك نحكي بالطروحات اللي قدمها الرئيس الحريري، إذا أنت بتعتبري أنه كانت إملاءات أو غيره مثل ما عم تقولي لي، أنا بقدر أنا عم بنقول ما بعتبر إذا عم تعتبري أنه تنقلي هذا وجهة النظر، أنا بدي أعطيكي إذا بدك بشوف لك البيان الوزاري بنقرأ مع بعض وإعلان بعبدة. إذا هالنقاط اللي طرحها الرئيس الحريري على عماد عون ما كانت بالبيان الوزاري حرفيا تبع حكومة الرئيس الحريري وبإعلان بعبدة، أنا بدي أسلم معك أنه هذه نقاط سعودية. أما إذا كانت موجودة بإعلان بعبدة والبيان الوزاري فعلينا أن نعترف بأنها هذه نقاط لبنانية متوافق عليها في الحكومة وفي طاولة الحوار. والرئيس الحريري لم يعمل أي شيء إلا تجديد المطالبة بهذه الثوابت اللي أنا كنت عم كررها يوميا على الإعلام.
اوكي عم بتقول بس يعني بدي انهي بس بخمس دقائق موضوع التباين اذا بدك داخل فريق الرئيس الحريري، وفعلا اين يقف اليوم من اتهم بالسبهنيه وبالانقلاب على وبخيانه الرئيس سعد الحريري وبخيانه الرئيس سعد الحريري اللي هو المفروض يكون صديق ايضا. ولكن سؤال عم بتقول لي انه كل شيء قلته هو بتوجيه من الرئيس الحريري ولم يكن انقلابا عليه ولم تكن خيانة له، هيك عم بتقول. طيب إذا ما صح هذا كيف ممكن تفسير أنه بعد ما طلعت على الـ بي سي وناقضت كل الحركة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل من تحرك دولي للإفراج عن الرئيس الحريري، نقضت هذا وانتقدت هذا بعد بساعات صدر بيان عن تيار المستقبل عن كتلة المستقبل تقول فيها بأنه ما حدا بيعبر عن تيار مش عن كتلة عن تيار المستقبل، بتقول أنه ما حدا بيعبر عن اتجاه تيار المستقبل اليوم إلا البيانات الصادرة عن التيار، وكل أحد يغرد غارج هذا الصوت بيكون عم بيعبر عن حاله. كيف بتكون على تواصل مع الرئيس إذا كتلته عم تقول غير شيء؟ ما في مشكلة، خلينا نحن أول شيء نقول أنه طبعا الكتلة هي اللي بتعبر عن الموقف الرسمي للتيار ومش الأفراد، هذا شيء طبيعي يعني ما حدا بينكر فيه، لأنه أحيانا الواحد بيطلع وبيجتهد وبيكون رأيه وصارت مع وزراء ومع نواب واجتهدوا وأخطأوا وفي منهم اجتهدوا فأصابوا، فهيدي منا مشكلة أبدا. هاي أولا. ثانيا أنا ما بينحكى باللي قلته بيتقارن بما قالته الكتلة أو أحد أفراد الكتلة أو غيره، بيتقارن بما قاله الرئيس الحريري. هل اللي قلته انسجم حرفيا مع ما كان يقوله الرئيس الحريري؟ إذا لا بيكون في انقلاب، بيكون في خيانة، بيكون في طعن. إذا نعم بكون أنا عم ترجم إرادة رئيس التيار اللي هو أعلى سلطة بالتيار فوق الكتلة وفوق كل المحيطين يعني والقريبين. ما كان عم يبلغ كتلته شو بده، كان عم يبلغ أنا بعرف أنه هيدا الشيء كنت منسق فيه مع الرئيس الحريري وتحدثت فيه، وثم أنا ما هجمت رئيس جمهورية حتى يكون واضح، لأنه من شوي سقتي موضوع وكمان بده تدقيق. وهلأ عم تقولي رئيس جمهورية، أنا ما هجمت رئيس جمهورية. أول شيء أنا قلت انه مشكور رئيس الجمهورية، ولكن في البعض المصادر حول مكتب رئيس الجمهورية اللي عم تسرب، وانا بعرف عم تسرب شيء يسيء الى رئيس الجمهورية، ادعو فخامة الرئيس الى ايقاف هذه التسريبات التي هيدي واحد. واثنين قلت عن وزير الخارجية ورجع بصمم انه مش هي عملية كوماندوس لتحرير رهينة سعد الحريري، لانه رئيس الحريري ليس رهين، لانه صار يصور وكأنه في حدا بده يروح يحرر رئيس الحريري من السعودية، وهذا خلاف ما أنا كنت شايفه. فإذا كان في هناك رأي آخر فهذا الرأي الآخر محترم. أنا كنت عم شوف بكلامي مع الرئيس الحريري كنت عم لاحظ أنه كتير مريح الحكي، عم يحكي بشكل كتير واضح وحتى عم يعمل انتقادات واضحة، وما كنت شايف أنه هذا في حدا مغلوب على أمره ومحاصر وإلى آخره، وبالعكس كان عم يحكي الحكي العقلاني اللي بيحكيه دايما واللي موجود ببيانه الوزاري. حياتك حارجع على هذا هذه النقطة. طب إذا هيك اشرح لي بقارن بما قاله الرئيس الحريري. طب من فضلك اشرح لي إذا هو ما كان في شيء غريب أو ما كان مقيد الحرية، ممكن تشرح لي ليه ببيت الوسط هو مطرح ما نحن عملته هذا الاستقبال الشعبي؟ في حدا بيكون مسافر يومين وبينعمل له هذا الاستقبال عودة الأبطال وأنقذ الوطن ولا سعد من غير السعد؟ طب شو تفسيرك لهذا الشيء؟ خليني أفسر لك إياه بشكل كتير بسيط. الرئيس الحريري طلع على السعودية مش يومين، 14 يوم. ايه بعرف. عم تقول لا انه قلت لي يومين ورجع. عم بقول كانه هي زيارتي يومين. لنكون دقيقين. هو كان طلع ليومين وقعد 14 يوم. اول شيء صار في استقاله صادمه. رافق هذه الاستقاله عمليه توقيف عدد من الامراء والوزراء في السعوديه. وانطلقت حمله بالاعلام بتقول انه الرئيس الحريري موقف معهم وهو فاسد والى اخره. صار في اشاعه ثانيه انه الرئيس الحريري سيزاح لصالح زعامه اخرى. صار في إشاعة ثالثة إنه الرئيس الحريري مشارك بعملية انقلاب على المملكة العربية السعودية. وهذه الشائعات ملأت الإعلام. وصار في التباس واضح حول وجود الرئيس الحريري بالسعودية. بطبيعة الحال كان في قلق عند الناس وكان في مسيرات يومية عم تطلع عفوية. صحيح؟ كل هذا الحراك حول قضية الرئيس الحريري إلى قضية كبرى مش بس بلبنان، وصلت على المستوى الدولي. بس طبيعي هو عادي ما في شيء. عال. طبيعي لما يرجع عادي بس انا عم برجع بقول لك الرئيس الحريري حكي بشكل عادي وقال انا غير محتجز وعائلتي غير محتجزه، وهلا خرج وعائلته خرجت وعم يحكي نفس الكلام. منيح؟ اوكي. فما فيني انا احكي خلاف ما يقوله الرئيس الحريري، يعني على الاقل احتراما اولا
رئاسته، وثانيا احتراما لعقل الناس وعقلي. ما بقدر اقول انا يعني هو عم يقول هيك انا بقول لا عكسه، لانه انا عندي تكهن. اذا بتساليني كمحلل سياسي ممكن يطلع عندي 30 نظريه، بس انت عم تساليني كسياسي، وعلينا نميز بين شغلتين. انا ما فيني اطلع وحلل، ليش؟ لانه اذا بطلع بحلل ممكن انا يطلع معي تحليلات تؤدي الى مشكله سياسيه، يمكن يطلع معي تحليل ضد السعوديه بس هي بتعمل لي مشكله سياسيه. انا كسياسي شيء وكمحلل سياسي شيء. اذا بتساليني بتستضيفيني مره ثانيه وبتقولي لي محلل سياسي بكون مستضيف. شو بتطلب انا هلا مستضيف كمحلل؟ اسمعيني، اذا بتستضيفيني ما بكون نايب كمحلل أوكي. سياسي يمكن يطلع عندي 20 نظريه، لانه المحلل شغلته يحط مروحه من الاحتمالات. اما اللي بيشتغل بالسياسي فهو شغلته ياكد على الاحتمال اللي بيخدم وجهه نظره، مش يعمل تحليل للاحتمالات. يعني نحن لما بيكون عنا احتمال يخدم وجهة نظرنا بدي أكد عليه بكل بساطة. ضمن أن تقول لي أنه مش بالضرورة أنا أقول الحقيقة، أنا أقول لا 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 لا. ضمن أن هذا ما تقوله أنا عمول بدافع وبأكد على الرأي اللي أوكي. أنا بشوفه ضمن خطي السياسي، ولو كنت مقتنع بعكسه بكون بخط سياسي آخر. يعني لو كنت أنا مقتنع بعكس هذا الكلام بكون بمحل آخر، بروح بشتغل بمحل آخر، بهاجم أوكي. من محل آخر. لأنه أنت بتعرف اللي عم يهاجمه مش حرصا على الرئيس الحريري، حتى ما نضحك على اللبنانيين ونضحك على بعضنا، لا، ليس حبا بمعاويه بل كرها بعلي. فما حدا يقنعني انه عمليه الهجوم الشرسه، وما حدا يقنعني انه بيطلع الرئيس الحريري وبيرجوا يسالوا المقربين منه والمحيطين فيه ويسالوه الم يكن محتجب، بيقولوا كان ببيته. طب السؤال هل صحيح كان ببيته؟ كان ببيته. هل ليش السؤال هل صحيح كان ببيته؟ أوكي. لانه في ايحاء انه كان بالريدز، يعني كان موقوف بقضية فساد. فالحريص على رئيس حريري ما بيسأله 50 مرة إذا كان ببيته هو كان ببيته. أنا بدي أعتذر منك، لازم انتقل هلأ إلى نقل مباشر لكلمة الوزير علي حسن خليل وبنرجع إلى هذا الحوار. بوعي استثنائي لقيمة الوطن الذي لا يموت، لقيمة الوطن الذي دافعنا عنه، وطن الحرية والعدالة والمساواة، وطن المقاومة، كما هو وطن الحب والسلام والفرح. معكم اليوم يا أشبال ويا شباب ويا شابات هذا الجنوب الأبي، نجدد عهد انتمائنا لهذا الوطن، لاستقلاله، لحريته، لقيمه التي طالما تميز بها الوطن الأنموذج في مواجهة إسرائيل الدولة العدوانية العنصرية. لبنان وطن السلام والمحبة، وطن العيش الواحد الذي أثبت للعالم، كل العالم، قدرته على النهوض وعلى الحياة وعلى التجدد وعلى أن يعيش بكرامة وعزة. اليوم يوم فرح، ونحن نرى هذه المجموعات من الشباب تنطلق في سباق رياضي تنعش فيه روح الوطن وروح الانتماء، تؤكد فيه أن الرياضة هي واحدة من عناوين حركتنا، من عناوين فعلنا نحو المستقبل الأفضل. فلا قيمة لمجتمع ولا قوة لشباب دون أن ينخرط انخراطا حقيقيا في عمل الرياضة وفعلها، تنمية للنفس، تنمية للجسد، وتكريسا لمبدأ التواصل والتلاحم والتحابب بين أبناء المجتمع الواحد. ها نحن نرى من كل الجنوب، ها نحن نرى الأبناء من كل المناطق والطوائف والانتماءات يلتقون اليوم تحت عنوان واحد هو رياضة من أجل الجميع، رياضة من أجل تنمية النفس، من أجل تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم، تحت عنوان كلنا للوطن. نعم، نحن اليوم في صور حيث أكدنا استقلالنا بالدم، وحيث زرع
أبناؤها أجسادهم لينبت التحرير للوطن كل الوطن. هو نفس الشعار الذي أطلقه راعي هذا المهرجان دولة الرئيس نبيه بري يوم عز النصير ويوم كان الوطن تحت الاحتلال، صرخ في وجه العالم كل العالم وأمام الناس كل الناس أننا شعب يزرع جسده في الأرض من أجل حرية وطنه ومن أجل استقلاله. هكذا نفهم استقلالنا الحقيقي، شعب واع حيوي يمارس الرياضة والمقاومة، شعب استطاع أن يدحر العدو الإسرائيلي، ومقاومة كانت وما زالت تشكل ضرورة حماية لهذا الوطن. وعلى رأس هؤلاء جيش وطني مقدام حمى الحدود كما حمى سيادة الوطن واستقراره في مواجهة الإرهاب التكفيري. إننا ما زلنا نعيش في نفس المواجهة وعلينا أن نبقى في نفس الاستعداد. وانتصارنا الذي تحقق على كل الأعداء هو نفس الانتصار الذي تحقق في وجه كل الذين يريدون أن يمسوا سيادته وكرامته واستقلاله. أيها الأحبة، كما انتصر لبنان بوحدته الوطنية، أثبتت الأسابيع الأخيرة أن هذه الوحدة الوطنية قد حمت استقراره ومسيرته السياسية وحصنت قواه في مواجهة كل التحديات. لقد استطاع لبنان بالموقف الاستثنائي الذي أجمع عليه كل القادة السياسيين، فخامة رئيس الجمهورية والأخ الرئيس نبيه بري الذي بادر منذ اللحظة الأولى للأزمة السياسية الأخيرة إلى رفع شعار وتأكيد الموقف الوطني الموحد الداعي إلى حماية المؤسسات وإلى حماية الاستقرار وإلى تعزيز قدراتنا الداخلية للحفاظ على المسار السياسي الذي ارتضيناه جميعا متوافقين على تمرير مرحلتنا التي نعيش. اليوم نحن نجدد القول أننا بنفس المنطق الذي استطعنا فيه أن نتجاوز الأيام الأخيرة سنواجه المرحلة المقبلة بانفتاح، بنقاش، بحرص على استقلالنا وعلى سيادتنا وعلى حرية قرارنا بنفس القدر الذي سنحمي به علاقاتنا الخارجية مع الدول العربية ومع العالم كل العالم. نحن دفعنا ثمن حرية وطننا وقرارنا واستقلالنا، وسنبقى نحمي هذا القرار حريصين على الانطلاق بوطننا نحو بر الأمان. لقد قال دولة الرئيس نبيه بري منذ أن بدأ الحراك السياسي الأخير أن هذا الوطن باستطاعته أن يتجاوز الأزمات. تجاوزنا الأزمات الكبرى أكبر من هذه الأزمة التي مررنا بها، واستطعنا أن ننقل بوحدة موقفنا وطننا من وطن مشرزم إلى وطن موحد، من وطن ضعيف إلى وطن قوي، من وطن منقسم المؤسسات إلى وطن تتوحد مؤسساته تحت راية وطنية واحدة. اليوم نحن ما زلنا نأمل أن تستعيد المؤسسات السياسية عافيتها من جديد، وأن يعود الانتظام إلى عمل مجلس الوزراء، وسنشارك بفعالية وبإيجابية كما في الأيام الماضية
في جلسات التشاور الذي سيدعو إليها فخامة رئيس الجمهورية بدءا من الغد، وسيكون لنا نفس الموقف المؤكد على تضامننا وعلى حرصنا على إعادة العمل بمؤسسات الدولة لا سيما مجلس الوزراء، منطلقين بكل جدية إلى مرحلة من العمل الجاد نحمي فيه الإنجازات التي تحققت ونحقق من خلالها مصالح الناس في حياتهم، في معيشتهم، في الاهتمام بالقضايا التي تتصل بتعزيز إيمانهم بهذا الوطن. كما نصر على أن نحضر المناخات والأجواء الملائمة من أجل إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، من أجل أن يكون هذا الاستحقاق محطة انطلاق نحو حياة سياسية جديدة نجدد فيها روح هذا الوطن وأم مؤسساته المجلس النيابي، ونعطي روحا لمشاركة حقيقية من خلال إنجاز هذا الاستحقاق على أساس القانون الجديد. أيها الشباب، افرحوا وأكدوا انتصاركم بالفرح، مارسوا رياضتكم بكل انفتاح وحب ومحبة، مارسوها على قاعدة التواصل مع بعضكم البعض، لا يفصلكم شيء عن الموقف الواحد الموحد الذي تحمون به وطنكم ومستقبلكم. عشتم وعاش لبنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن عودة لنهاركم سعيد. بعد ما يمكن ما كتير قدرنا نسمع كلمة الوزير علي حسن خليل باختتام نصف ماراثون صور، برجع لإلك ساعة النائب عقاب صار، يعني بنعتذر على المقاطعة. إذن كنا عم نحكي إذن عن يعني عن التباينات والاتهامات اللي وجهت لإلك بأنك منك كتير بالصورة، وعم بتقول إنه لا عليها. نعم عم بتقول إنه لا، أكدت إنه أنا كنت على تواصل بكل شيء كان عم بيقوله الرئيس سعد الحريري. خليني من هنا انتقل الى ما بعد عودة الرئيس سعد الحريري. اذا بس كمان سؤال اخير، بتنفي التباينات بتيار المستقبل؟ التباينات معنا شو؟ في تباين بالرأي، في اختلافات بالاجتهادات؟ طيب. اكيد يعني فيني انقل الصورة مثل ما هي. تيار المستقبل ليس حزبا حديديا، ليس تيار بيعمل تعميم امر اليوم مثل الجيش اللبناني وبيطلع بيقولوا كل عام. في مساحه للاجتهاد ضمن السقف اللي بيسمه الرئيس الحريري، نقطه انتهى. يعني ما في شيء خارج هذا الموضوع. طب خليني بلا ما اسمي اسماء، بس اليوم يقال انه في انقسام عمودي داخل تيار المستقبل وخياراته في هذه المرحله وما قبل هذه المرحله. في خيار مع التسويه وخيار مع المواجهه. خيار التسويه واضح شو معالمه، مين هن اقطابه والمروجين له، وخيار المواجهه بعتقد انك من ابرز الناس اللي عم بيطالبوا فيه. اليوم خليني اقول انه المعطيات الداخلية والخارجية كلها بتصب أكثر لمصلحة تيار التسوية ومش تيار المواجهة. يعني اليوم خارجيا واضح أنه أمريكيا، أوروبيا، عربيا، اختصر لك إياها حتى ما نروح كتير، عربيا في دعم للتسوية، بينما بينما تيار المواجهة فعلا ما عندكم اي اسيدز انكم ترتكسوا عليه، لا بدعم اوروبي او 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 والخيار السعودي. معي انا هعلق شغله باختصار بشكل كثير مختصر حتى ما نفوت بهذا الموضوع نعذب يعني بنحكي بجدل ما له، انا برايي ما له اي معنى. في خيار واحد اسمه خيار الرئيس الحريري الذي عاد لتجديد التسويه، وتجديد التسويه بشروط جديده، يعني تقويه للتسويه، يعني دعم للتسويه مثل ما قال، يعني تسويه حقيقيه. هيدا الخيار الوحيد اللي ملتزم فيه كل تيار المستقبل، واذا في حدا عنده راي خارج السقف اللي رسمه الرئيس الحريري يرفع ايده ويخبرنا. انا التزم بهذا السقف بوضوح جدا، تجديد التسويه لتقويه التسويه وتحويلها الى تسويه اكثر حقيقيه واكثر تجذب، وهذا الشيء باعتقادي يفيد التسويه بالبلد ويخدم منطق السلم الاهلي والوحده الوطنيه ويعزز الشراكه القائمه على التوازن وليس على الغلبه والانتصار على قاعدة إن غالب ومغلوب. طيب اليوم عاد الرئيس سعد الحريري، فرح الشعب اللبناني بهذه العودة طبعا. كانت عودة يعني فعلا فرحة جدا. طيب
ولكن له ايام راجع الرئيس سعد الحريري. اسمح لي بهالتعبير، بس انتم كتيار مستقبل ما بتعتبروا انه في نوع من، ما بدي اقول اهانه، من عدم الاخذ بعين الاعتبار اليوم وجود الشعب، بمعنى انه ما بتلاقوا انه لازم تشرحوا له لهالشعب اللبناني اللي في يوم فاق قال له رئيس حكومته انا بدي استقيل واقطع له ايده لايران، بعدها اجى قال لا ما كمان لبنان مرتبط باليمن بدنا نشوف شو قصه اليمن، بعدين رجع على الاليزي وقال انه فرنسا هلا اليوم شيء اساسي جدا بلبنان، رجع على لبنان قال ما انا لا ما بدي استقيل بدي اتريس هلا. ما بتلاقوا انه في عندكم ضروره واجب تشرحوا لهالشعب اللبناني شو صار على مدى 3 اسابيع، يوم بتعيشوا انه في حرب، ويوم انه حنقطع ايد ايران، يوم انه لا تسويه ورئيس الجمهوريه طلب مني اني اتريس؟ طيب اولا هولي كلهم ما بيتناقضوا مع بعض اللي قلتيهم، هيدي حتى نشرح اذا بدك نشرح، ونحن شرحنا مرارا وتكرارا، خلينا نرجع نشرحها مره جديده، بالبيانات شرحناها، بالحكي شرحناها، بالتعليق الاعلامي شرحناها، بس خلينا نشرحها هلا بما انه طرق شيء اسمه التريس. اولا انا كنت عم اقول انه الرئيس الحريري منذ ان كان في الرياض كان عم ياكد على 3 ثوابت رجع اكدها، وكنا عم نقول الرئيس الحريري بوقتها يستقيل الا اذا، مظبوط كنا دائما عم نقول الا اذا، اذا شو اذا تحقق قبل وقت كان بالرياض، انا طالع 5 مرات منهم مرتين على التلفزيون العربيه وقايل الاستقاله لم تقبل يعود الرئيس الحريري فيقدم استقالته الا اذا، اذا صار في التزام بالشروط التي أدت للاستقالة، وهذه الشروط هي شروط وطنية ليست شروط. هذه بعد المقابلة مع. لا لا قبل 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 المقابلة. أوكي. من اليوم الأول كنا عم نقول إلا إذا كان تحققت الشروط، لأنه الاستقالة مش للاستقالة. رئيس الحريري وهذا المهم نفوت على مضمون الاستقالة لأنه هو الأهم. أولا لما حكي عن تقطيع أزرع إيران أكيد ما كان عم يقصد قطع رأس حزب الله، هو عم يحكي عن الأزرع الأمنية والعسكرية بالعالم العربي، وأنا قلتها تاني يوم قلت في فرق بين الشق السياسي لحزب الله والشق الأمني والعسكري خارج لبنان، هيدا الأزرع. فحزب الله كحزب سياسي ما حدا عنده وهم أنه ممكن يشيله من الشراكة الوطنية إلا إذا كان عنده جنون سياسي، وحزب الله كحزب عسكري أمني له امتداد في العالم العربي عم يسيء ويأذي لبنان وعلاقاته بمحيطه ومصالح اللبنانيين بالداخل والخارج. إذن كنا واضحين من اليوم الأول، عاد الرئيس الحريري بهذه الثوابت اللي كانت براسه من الرياض، رجع فيها قدمها لفخامة رئيس الجمهورية على قاعدة التمسك بالطائف، التمسك بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والحوار وحياد لبنان، أي النقي بالنفس عن يعني عم نحكي حياد إيجابي، النقي بالنفس يعني الحياد الإيجابي مش الحياد السلبي حتى. وهيدا الشيء مرجع بقول لك خلينا نذكر أنه موجود بالبيان الوزاري بالصفحة الثانية بيقول وحق دستور علينا أن نعيد تأكيد ثقتنا بوفاقنا الوطني المكرس باتفاق الطائف. واحد بيرجع البيان الوزاري بيقول وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية، أما الاستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتم التوافق عليها بالحوار. 2-3 بيقول بيأكد على ما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية بشكل خاص، وهذا ورد على لسان رئيس الجمهورية وبالبيان. إذن الحياد وبيتحدث عن المادة 8 برجع بقول اللي هي بتقول إنه ما فيك تدخل بدول أخرى، إعلان بعبدة الفقرة الأولى البند الأول الحوار والتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية، الفقرة 11 التمسك باتفاق الطائف، الفقرة 12 تحييد لبنان عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية. هول البيانين حزب الله، هيدا البيان هو جزء من حكومة هذا البيان، وحزب الله هو جزء من طاولة الحوار اللي أقرت إعلان بعبدة. إذا الرئيس الحريري عم يرجع يطالب بهذه الثوابت، بتقولي ليه تريس؟ هذا السؤال الكبير. طيب عاد الرئيس الحريري من السعودية قدم استقالته مثل ما كان قايل لفخامة رئيس الجمهورية، لا هو قال أنا عرضت استقالتي ما قدمت استقالتي. عرضت ما قدمت، هو عرض عليه يعني كان عم يقول له شو رأيك؟ ما بعرف، شوف لي ما بعرف، في مصطلحات غريبة استعملت في هذا النهار، يعني عرضت استقالتي مش قدمتها، سأتريث بس أنا مستقيل. طيب يعني أول شيء هذا من هو سؤالي، أول شيء التريث يعني واجب تشرحه للشعب اللبناني شو عم بيصير. ما أنتم عملتوا تقرير بالال بي سي وشرحتوا إنه التريث صار 3 مرات بلبنان على 3 رؤساء حكومات تريثوا، ومنهم ضل التريث 6 أشهر ومنهم 4 أشهر. طيب مش حاخر انا بقى شفتهم 3 لانه في الرئيس الحريري معناته صار 3 مرات اوكي، يعني في 2 قبل اوكي. اذا هيدا مش اول مره بصير فيه تريس اوكي ماشي. 2 نحن عم نقول الرئيس قدم او عرض استقالته لرئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه طلب منه يتريس على قاعده شو؟ على قاعده رئيس الجمهوريه سال اسئله بسيطه، طيب هاي الاستقاله هلا
شروطها فهمناها، طب نحن ما حاورنا حول شروطها واعطينا فرصه، اذا بكره بدنا نشكل حكومه بنروح بكره بدنا نعمل تسميه، طب الناس رايحه على تسميه ما عارفه حزب الله وافق على الشروط ولا ما وافق، اللي بده يسمي رئيس حكومه جديد بده يفهم انحلت المشكله ولا ما انحلت، اي حكومه بدنا نروح؟ كلام صحيح. طلب رئيس الجمهوريه انه اعطيني فرصه بسيطه لانه انا تقدمت بالاتصالات بهذا المجال وفهمت رسالتك من برا وبعتقد انه قادر جيب شيء، ورئيس بري قال نفس الشيء. جيب شيء مثل شو يعني؟ من عمليه النائب النفس تحديدا. منيح؟ طبعا التاكيد على الطائف والتاكيد على الحوار. اذا رئيس جمهوريه اكد انه هو قادر يجيب شيء، هون رئيس الحريري صار امام خيارين. هو جاي يعمل مشكل ولا جاي يعمل حل؟ هو عامل الفن للفن، الاستقاله للاستقاله ولا الاستقاله لتحقيق مطالب؟ اذا المطالب تامنت كنا عم نقول الا اذا تامنت المطالب، فخامه الرئيس قال انا بامنها. هلا بتيجي بتتامن ما بتتامن ما بعرف، لكن لما بيطلب وقت رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب ما في الرئيس الحريري يقول لا انا بدي اعمل استقاله بدي اعمل مشكل بالبلد، لا، قال لهم اذا في حل انا اول واحد داعي وساعي للحل. أوكي. انتظر التريس هو من اجل انجاز حل وطني يحمي الاستقرار، يحمي الحكومه، يحمي التسويه ويجدد مفاعيل هذه التسويه على اسس جديده قائمه على حياه على نقي لبنان بنفسه، التزاما بالبيان الوزاري، التزاما باعلان بعبده اللي ما تم الالتزام فيه حتى الان. بس حضرتك منك شايف اي فرق بين يد ايران ستقطع وبين انه رئيس الجمهوريه طلع عنده حق حل فلنتريس؟ ما شايف ابدا في تفاوت ابدا يعني. لانه خطر على باله يساله قبل ما يقوله لهالخطاب اللي ارعب اللبنانيين يتلفن لرئيس الجمهوريه دخلك عندك حل انه قبل ما اقطع لايده لايران؟ اول شيء الرئيس قال انا بدي اعمل صدمه ايجابيه، انا بعتقد الصدمه وصلت، لو طلع قال له عندك حل كان قال له من ايش راحت وماتت القصه، يمكن اليوم عمل الصدمه. بس قلت ادرع ايران، يعني اليوم لما بقول حزب الله ينسحب عسكريا وامنيا من سوريا هذا اللي عم اقوله، لما بقول ينسحب عسكريا وامنيا من اليمن هذا اللي عم نقوله، فهيدي ازرع ايران، مش عم نحكي نحن عن قطع راس حزب الله، لانه يعني ما حدا عنده اعتقاد ووهم براسه انه قادر يلغي فريق سياسي له امتداد طائفي وله بعده الجماهيري، وما بعتقد لا في حدا بلبنان ولا في حدا بالسعوديه متوهم، واذا في حدا متوهم لازم ينزع الوهم من راسه انه بيقدر يلغي حزب الله كمكون سياسي، وما حدا قال هالشيء وما حدا زعم هالشيء، وما حدا بيقدر ايضا يعمل او يسعى او يفكر بانه في حدا بلبنان او خارج لبنان مفكر بحرب أو أشعال فتنة لتحقيق المطالب. من اليوم الأول كان الطلب الحوار من الرياض لفرنسا لهون، نفس الحكي اللي قاله بالرياض رئيس حبيب، قاله للرئيس ماكرون وقاله بلبنان، الحوار للوصول لنتيجة لتحقيق مطالب هذه الاستقالة وتجديد خلايا التسوية اللي كانت عم بعد الفصل بنناقش بأمور كثيرة، أمور بتدل على أنه مش مظبوط، ما في تجانس بين بين خطاب الاستقالة وبين ما وصلنا إليه اليوم وخطاب التريث أو كلمة التريث. ويمكن أكثر شيء ممكن نستشرفه بهذا الموضوع هو طريقة تعامل الإعلام السعودي مع الخبرين، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد وإلى سعادة النائب عقاب صقر، برحب فيك عن جديد. كنت عم تقول إنه في تجانس واضح بين أو في إذا بدك كرونولوجية واضحة بين خطاب الاستقالة وبين ما وصلنا إليه من تريث، ولكن اليوم ممكن الواحد ممكن إنه نلقط إشارات واضحة ولها دلالات بأنه لا ما في تسلسل، ممكن أنه نلتقط هيدا من طريقة التعامل السعودية مع الحدثين. ما في شك بأنه عندما استقال الرئيس الحريري كان الإعلام السعودي هو عراب هذا الموضوع، نحن كلبنانية تبلغنا من قناة العربية أنه استقال وبأنه عنده بيان مهم. خليني كمان أرجع أقول أنه على مدى أول فترة الاستقالة كان الإعلام السعودي يهلل لهذه الاستقالة، للأسف يعني تقنيا ما حنقدر نشوف الكوفرز للجرائد، ولكن مثلا عنوان عقاص كل الناس شفتها، السعودية سترون الرد، وحاطين صورة الرئيس سعد الحريري مع الملك. اليوم مع هذه الاستقالة أول شيء كل القنوات السعودية ما كانت عارفة أن الرئيس
حيتريث. أول شيء حتى قال التراجع عن الاستقالة في إشارة واضحة أنه مش عارفين شو مضمون اللي حيقوله الرئيس. ومن بعد بساعات رجعت صححت التراجع عن الاستقالة إلى التريث. وهون خليني أقول لك أنه العربية، الحدث، الإخبارية السعودية كلهم قالوا تراجع عن الاستقالة. ثاني شيء بدي أدلل عليه إنه بعد ما تراجع عن الاستقالة، إذا بدي أرصد كل الجرائد السعودية، إذا بدي أخذ عكاظ منا حاطة هذا الموضوع على الكوفر اللي لقلها، بينما كانت عم بتقول سترون الرد. الشرق الأوسط خبر صغير بيقول الحريري يتريث. الحياة أيضا مش منشات بتقول أيضا إنه الحريري. واضح الفكرة. خليني أقول لك إياها باختصار. إيه. لأنه حتى ما تصرف وقت على الفاضي. أول شيء رئيس الحريري، وضحت الفكرة، وضحت جدا. رئيس الحريري ما بيشتغل عند العربية ولا عند الشرق الأوسط، لأنه تقولي لي أنه تفاجأ وما كانوا عارفين. والله يعني هو نحن كمان هذا كان يعني أكيد هذا كمان انطباعنا، ولكن هم خبرونا أنه استقال. إذا عملوا سكوب مش يعني أنه بيشتغل عندهم، هندي بيشتغلوا عنده. هو القنوات هي بتخدم رئيس الحريري. إذا بتقولي تفاجأوا العربية خير إن شاء الله، شو نحن بيشتغل عند العربية مثلا. لذلك يعني ذكي هذا جواب، ولكن هذا إله دلالة. لما العربية تخبرنا أنه هو استقال، هذا معناته أنه هذا برعاية سعودية. يا ديما كان بالسعودية وكان بالرياض، يعني مش ما حدا عم ينكر هذا الشيء. بس أنا عم بسألك سؤال، نحن بنشتغل عند الإعلام السعودي؟ سؤال واضح، ليش عم نخلق للناس؟ لا بس تفاجأنا بأربعة تشرين الثاني. طب هلا اذا طلعت على الجزيره، يعني كان بيطلع انه قطر اللي ورا الاستقاله، انه كم مره عند الجزيره سكوب سابقه كل التلفزيونات اللبنانيه بيشيل لبناني داخلي، بيشيل لبناني عشرات المرات، بتحط السي ان ان امرار اخبار ونحن ما بنكون بعد جمعه بنعرف فيها عن لبنان، مش الابره انه سكوب. بس انا عم بسال سؤال كتير بسيط، اللي صار مع الرئيس الحريري بالاستقاله انا بقدر اقول اللي قالوا عنه، لما بيقول شيء ثاني ببني على الشيء الثاني اللي قاله، حتى انهي لك اياها. اما تعاطي الاعلام فهذا يخص الاعلام ولا يعنينا كيف تعاطى الاعلام، مثل ما الاعلام العالمي تعاطى مع الاستقاله وتعاطى مع وصول فرنسا وتعاطى مع لبنان بشكل فاتر كمان، مثل ما الاعلام اللبناني بوقت الاستقاله ضج بوقت التريث ناص. فالقصه هيدي خاصه بكل اعلام ما يرى مناسب وما يرى سكوب. يعني بالنسبه للعربيه الاستقاله هو خبر، بس التريث منه خبر عربي، تريث هو صار تفصيل لبناني. فلذلك هذا ما بيقاس بالاعلام، بلغه الاعلام ما فيني اعتبر انه اندلعت حرب مثل فقعدوا لابس سيارة، القصة مختلفة. حضرتك إعلامي أستاذ عقاب، حضرتك إعلامي وسياسي، ولا يخفى عليك كنت إعلامي يعني، ولا يخفى عليك العلاقة والدلالات اللي ممكن تكون عبر تسريب خبر سياسي معين عبر قنوات معينة. خلينا نأجل هذا النقاش لنعمل حلقة عن الإعلام. بس نجمع على هذا السؤال. هذا حوار برات السياسة، تقنيات الإعلام. أبدا ما لي حضرتك أي دليلة بأنه تكون السعودية يعني قناة سعودية مع خبر استقالة الرئيس الحريري قبل اللبنانية، وأنه يكون في هيدا التناقض بأنه القنوات السعودية لما قرر أنه يتريس ما فهمت حتى أنه تريس، فكرته تراجع، ما شايف تفاوت بين الاطلاع من المصدرين. وين كان استقال الرئيس الحريري؟ بلبنان. كان بلبنان؟ عفوا فكرت لما تريس. لما وين كان؟ بالسعودية. عرفت العربية من الرياض قبلنا، ولما كان بلبنان عرفنا التريوس قبله وتفاجئت. فقصة كتير بسيطة ما بدها كل هالقد. لكن إذا بدي ضلني رايح على زنية المؤامرة، برجع بقول لك كل شيء مؤامرة. ليش العربية قالت؟ ليش الشرق الأوسط غمزت؟ ليش حطوا ست أعمدة ما حطوا أربع أعمدة؟ هذه مش شغلتي أنا، ما بيهمني الإعلام السعودي، أنا بيهمني مضمون هذه الاستقالة بيخدم مشروعي الوطني لإعادة تجديد هذه التسوية وإعادة الانطلاق بالعجلة اللي بدأ الرئيس الحريري وعمل فيها إنجازات كتير كبيرة، من قانون الانتخاب، من الموازنة، من التعيينات. وهل بقدر أنا فعلها الآن لأخدم منطق اللي عبر عنه الناس بقلق شديد، هو منطق السلم الأهلي والوحدة الوطنية والاستقرار والبقاء وجود حكومي ومنع الفراغ؟ أنا برأي الناس عبرت بقلق شديد عن استقالة الرئيس الحريري، اعتراها قلق على الوجود، قلق على المستقبل. وكل الأصوات اللي كانت عم تقول هيدي الحكومة ما لها معنى وما لها طعمة وهي التسوية كارثة، هي نفس الأصوات سمعني عم تقول لا ارجعوا للتسوية يا جماعة، لأنه انهيار الوضع الحكومي حيؤدي إلى انهيار اقتصادي، حيؤدي إلى انهيار سياسي. وهون الرئيس الحريري كان بين خيارين. هل تشاور الرئيس الحريري مع السعودية بالتريث في الاستقالة؟ هل كانت على علم السعودية من باب انه حليف؟ اولا الرئيس الحريري، حتى قال لك من الاخر، الرئيس الحريري منه موظف عند السعوديه،
وما بياخد تعليمات من السعودية، لا من الأمير محمد بن سلمان ولا الملك سلمان ولا من الملك عبد الله بياخد تعليمات، ولا السعودية بوارد أنه تعطينا تعليمات. الرئيس الحريري أخذ خياره بناء على استراتيجية، هو كل اللي بيهمه من السعودية القلق من أنه يكون هناك مشكل حصار عقوبات اقتصادية من الخليج وربما تلحق أوروبا، لأنه كان في قلق أنه يجر أوروبا على العقوبات ونصير أمام عقوبات أمريكية أوروبية خليجية تطبق على الوضع الاقتصادي اللبناني وتهشم كل التسوية اللي حصلت. حماية لهذه التسوية قرر يستقيل، ولما لقى التريث بيحمي التسوية وبيخدم مفاعيل الاستقالة انتقل من الاستقالة إلى التريث اللي بيخدم فكرة التسوية وبيحمي مفاعيل الاستقالة بنفس الوقت، فبيحافظ على هدفين أساسيين هو فيهم. ما أخذ التليفون وسأل لما قال له في خاندر إيه جمهورية اتفق هوية، ما استعمل تليفون ولا اتصل بحدا ولا بياخذ قرار من حدا، هو قال هذا الكلام بالسعودية كرره بفرنسا وطبقه بلبنان على طريقته اللي هي لقاها التريث اللي هو الحل الأفضل. كيف هي علاقة الرئيس الحريري بالسعودية في هذه اللحظة؟ ما علاقة جيدة، مش ممتازة. أي مشكلة؟ طيب ممتازه، اذا بدي اعطي علاقه جيده وممتازه وسوبر ممتازه، يعني مش عم بسقول جيده يعني مش ممتازه، بدي اقول ممتازه سوبر ممتازه. لا عاده عم بتقولوا ممتازه. إيه لا مش انا ما بستعمل هاي العبارات الممتازه. بقول جيده او غير جيده، يعني ما جيدة. إيه ما في شيء اسمه ممتازه، بس اذا بدك اقول لك ممتازه سوبر ممتازه ما في اي مشكله. اوكي عم بتقول اذا ارتقت شي جريده ما او شي تلفزيون انه في مشكله، بساعتها نشوف شو قالت الجريده وبنبني عليها السياسه. اوكي عم بتقول بانه اليوم هذه القرارات يتخذها الرئيس الحريري باستقلاليه تامه عن اي طرف خارجي في مقابلته مع توماس. بس انا ما قلت باستقلاليه، اسمعيني، قلت في السعوديه بتقول بدي اعمل فصل، بتقول انا يا اخي بدي اعمل لك، اذا بدك ضلك تمس بامن الداخلي بدي اعمل لك عقوبات. ايه بدي اتعاطى مع هذا المعطى السعودي. هلا بتقولي لي هذا مش استقلاليه، بقول لك ايه بمعنى المعاني ايه، ولكن اذا بدي استقل عن محيطي بقول له روح قاطعني، بعمل استقلاليه جزيره وبقول له قاطعوني كلكم. شو بكون عملت؟ بكون عملت انتحار. هل السعوديه تستطيع ان تاخذ قرارها باستقلاليه عن امريكا، باستقلاليه عن روسيا؟ هل يستطيع السوري ان يقوم بخياره باستقلاليه دون ان تاخذ بعين الاعتبار مصالحها مع خلص؟ اذا في ترابط ونحن بناخذ بعين الاعتبار مصالحنا مع السعوديه، مصالحنا مع الخليج، مصالح اللبنانيه المقيمين هناك ومصالح اللبنانيه بالداخل، وبنبني عليها سياساتنا مثل ما بناخذ مصالحنا مع ايران. يعني الرئيس الحريري راح زار ايران والرئيس الحريري استقبل مفادين ايرانيين، هل نحن مع ايران ومع سياسه ايران؟ ابدا، ولكن بنعرف انه في مصالح مع ايران بدنا نحافظ عليها. ليس بالضرورة إذا حافظنا على علاقة مع إيران نكون مع إيران بالسياسة، بل عم نحافظ على مصالحنا، وكذلك الأمر على السعودية، وندعو شركائنا في الوطن مثل ما هن ملتصقين بالمحور الإيراني ياخذوا بالاعتبار أنه في مصالح مع السعودية ويتعاطوا بإيجابية مثل ما نحن متعاطى بإيجابية مع إيران. ولكن هذا قرار أولا لبناني صحيح، وليس بأي توصية من أي طرف. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول لتوماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز: حريري a Sunni Muslim is not going to continue providing political cover for a Lebanese government that is essentially controlled by the Lebanese Shiite Hezbollah militia which is essentially controlled by Tehran. يعني بما معناه بأنه هو يقول الرئيس الحريري لن يستمر في دعمه أو تخطيطه لحكومة يسيطر عليها حزب الله. يعني كتير في استقلالية هذا التصريح. هذا رأي الأمير محمد بن سلمان، أنه سألوا شو رأيك، قال له أنا برأيي الرئيس الحريري ما حيستمر بتخطيط حكومي فيها حزب الله وخاض على إيران. منيح؟ ما هيك قال له؟ هذا رأيه، لن يستمر بتغطيه هذه الحكومه. هلا من رأي الرئيس الحريري شو عم اذا سئل هيدا الشيء مثلا لدوله اوروبيه او لامريكا او لدونالد ترامب، بيكون الجواب امريكا تفضل بان لا يغطي الرئيس سعد الحريري حكومه فيها حزب الله يعني او ما شابه. هون ما عم بيقول السعوديه تفضل هذا، حريري is not going to continue providing political cover for the Lebanese government. عم يحكي بناء لن الحريري عم يحكي بناء على معطيات أخذها من الرئيس الحريري. هو بلقائه مع الرئيس الحريري عم يخبره أنه الرئيس الحريري كذا كذا، هو صار في اجتماع بينه وبين الرئيس الحريري، ربما يكون فهم منه الأمير محمد بن سلمان هذا المضمون. ما بعرف إذا الرئيس الحريري وصل له هيك الرسالة، أنا ما عندي علم بالاجتماع، لأنه الرئيس الحريري عامل صندوق أسود بكل هذه المرحلة، حتى اجتماعه الأخير مع الأمير محمد بن سلمان اللي وصفه بالممتاز منيح مش جيد إذا بدك حتى ما تقولي، فما كان عم يعطي تفاصيل عنه. ولكن هل الأمير محمد بن سلمان فهم من الرئيس الحريري هذه الرسالة ونقلها إلى توماس فريدمان؟ ممكن. هل
هذه رسالة صحيحة بالحرفيا قال الرئيس حريري ما بقدر أقول لك إيه أو لا. بكل الأحوال نحن ولا مرة قلنا بدنا نغطي النفوذ الإيراني في لبنان، بديها معروفة أنه نحن نرفض تغطية النفوذ الإيراني في لبنان، ونحن كنا عم نقول بشكل واضح نرفض هيمنة إيران على لبنان مثل ما بنرفض هيمنة أي دولة عربية على لبنان، سوريا أو السعودية أو غيرها. فنعتبر أنه إذا فعلا ما نعمل شراكة، وعلى كل حال اليوم عم بيقولوا، يعني خليني أنتقل على المنطقة الثانية، اليوم عم بيقولوا أنه الرئيس الحريري تمرد على السعودية لما راح، وأنه السعودية عملت ضغط عليه لا تجبره، أصلا عم يعترفوا أنه سعد الحريري ما كان عم يأخذ تعليمات من السعودية، بقيت لك أنه عم يخبرونا شيء تاني. واللي عم بيقول مش إذا عملت له إكراه وإجبار وأخضاع، يعني ما كان عم بيقول، لو الرئيس الحريري بسمع من السعودية كانوا عملوا له تليفون قالوا له استقيل، إذا هني مثل عم بصدق زعمهم. واللي عم يزعم أنه رجع الرئيس الحريري وتريس ضد إرادة السعودية، يعني عم يخبرنا أنه الرئيس الحريري قراره مستقل. بدنا نرسي عبر، هل هو قراره مستقل ولا بدكم تقولوا انه خاضع للسعودية وضد السعودية بنفس الوقت؟ ما بدكم ترسوا على بر هو الفريق اللي عم يقول هيك. هيدا كله بدل انه سعد الحريري قراره مستقل لما راح، وقراره مستقل لما رجع، اخذ خطة التريس اللي تفاجأ فيها الاعلام السعودي مثل عم تقولي، ويمكن تفاجأوا فيها السعوديين لانه هيك قدر المصلحة، ما اخذ تليفون من حدا ليقدر المصلحة. ونحن بنعتقد انه السعودية لدينا مصالح عندها ولديها مصالح عندنا، نحن متعاطى معها على هذه القاعدة، عندما تلتقي مصلحتها مع مصلحتنا نحن معها، عندما تتعارض مصلحة السعودية مع مصلحتنا فهذا شأن السعودية. وهيدا الكلام يجب ان ينجر على جميع في الوطن. واللي كتير عم يعلي السقف وعلي الصوت ويخبرنا صار له هيك فترة، يعني هيك صار في اندفاع على السيادة والحرية والاستقلال، بس ما سمعت جماعة السيادة والحرية والاستقلال حكوا ولا كلمة، بس قال الرئيس روحاني انه قرار لبنان ما بيأخذ الا من طهران او بإرادة طهران او بعلم طهران. هلا سمعنا بس تويت كمان من الرئيس الحريري، ما سمعنا اكتر من هيك. الرئيس الحريري بعبر عن موقفه السياسي بتويت، وما سمعنا الجماعة اللي ما كان خبر انه في اليات اخرى للاحتجاج مثل انه استدعاء السفير مسائلته، في هالاليات موجودة، في اليات عديدة، لكن بتقدري انت قدي حجم الضرر وبتعمل عليه رد. رئيس الحريري ارتقى انه في موقف عبر عنه بصحيفة، رد عليه بتويت مناسب لهذا الموقف، لو كان تمادى اكتر كان ربما استدعى السفير، يعني قدر انه هذا الموقف يحتاج الى هذا الموقف، لكنه رد. انا مش عم اقول رئيس الحريري، انا كنت حابب اسمع من دعاة السيادة والحرية والاستقلال بوجه السعودية، وكنت بدي روح نقاضل معهم، يعني انزل مسيرة ضد الامبريالية السعودية، بس ما سمعت حدا حكي عن محمد علي جعفر رئيس الحرس الثوري لما قال سلاح حزب الله لن يسلم، يعني اعتبر انه هذا سلاحه، ولن ننسحب من سوريا. انه ليش الرئيس الحريري علق؟ لا انا عم بسال سؤال، سمعنا هول ادعياء السياده، بعرف هن ما علقوا، صار في بس كمان الرئيس انا عم علق، في وزراء من عندنا علقوا، مش كل شيء الرئيس الحريري بده علق، هلا عم علق لك وعم اقول لك هذا كان هذا من احد اسئلتي انه ما سمعنا هذا كلام مدان، تسمعي عم بحكيك يا هذا كلام مدان مرفوض، هذا تدخل واضح بشان لبناني، ومش بس خطورته هون، يعني لو تدخل بلحظه عاديه يمكن كنا مرقنا عليه، انه دائما الحرس الثوري بيقول انه هيدا سلاحنا مش حنسلمه، لكن تدخل بلحظه كان رئيس الجمهوريه عم ياكد فيها على مسالتين، انه حيبحث موضوع الحياد وحياكد على حوار وطني لموضوع حزب الله، اجى قال له يعني رد على رئيس فخامه الرئيس وقال له لا لا في انسحاب من سوريا ولا في سلاح، فهذا الرد مش علينا. لذلك انا عم اقول لك اجى بلحظه سيئه جدا وتوقيتها سيء جدا، وضرب فكره الحوار الايجابي اللي عم نعمله نحن التسويه. نحن ما عم نوقف ونعمل مشكله على الامور، عم نقول بشكل كتير واضح اللي هالقد عنده حرص على السياده وحميته الوطنيه ما عم تحمله ينام الليل، بده يهاجم السعوديه، يلتفت انه في عمليات تهشيم للسياده بالمحلات الثانيه ما عم يتم النظر لها ولا عم يتم التعليق عليها. طيب هل هيدا موقف الجعفري تحديدا هل حيكون عنده جعفري. نعم هل حيكون في عنده أثر كبير على حتفكروا جعفري وزير خارجية العراق إذن هل ممكن أن يكون عنده أثر كبير على موضوع التريث؟ يعني اليوم الرئيس متريث بانتظار ما ستقول إليه المشاورات، حضرتك عم بتشير هلأ أنه صار في تصريح إيراني واضح يعاكس هذا المطلب، صح صحيح. بس كمان ما سمعنا، يعني بس كمان ما سمعنا عدم ارتياح منكم وتخوف منكم. نحن ناطرين فخامه رئيس الجمهوريه ودوله رئيس مجلس النواب اللي عم يعملوا اتصالات، وفي اتصالات مع الرئيس الحريري بكل الاتجاهات ومع كل القوى السياسيه، مع النائب وليد جملاط، مع كل القوى السياسيه، من اجل انتظار جواب واضح من حزب الله. نحن ما حناخذ اللي صار بايران، نحن بنقول هذا انتكاسه يعني وتصريح غير موفق ومدان، ولكن هذا ليس القرار النهائي، القرار النهائي بنسمعه من حزب الله اللي ناطرين رأيه، عندما يقول رأيه بهذا الموضوع ويعبر عنه
بناخد وبنبني على الامر مقتضاه، ولكن نحن بنقول بشكل كتير واضح في تسويه بالبلد، عملت نهضه اقتصاديه وعملت وعملت وعملت، وفي عندها اخطاء كثيره، بس عندها حسنات اثبتت للناس انه حسناتها اكبر بكثير من سيئاتها. والدليل الهبه الشعبيه اللي صارت، الحرص على العوده الى تسويه، لانه الناس فهمت انه المشكله مش مشكله انه حصه من هون وحصه من هونيك، مشكله انه بلد بيروح او بلد بيبقى، مشكله انه استقرار بيروح او استقرار بيبقى. هيدا الشيء اللي هو الرئيس الحريري مصمم على الحفاظ عليه، عنصر الاستقرار اللي بيؤدي فيما يؤدي له الى تحييد لبنان، وتحييد لبنان من دوره بيعزز عنصر الاستقرار. اذا نحن امام جدليه ما في مجال للخروج منها. بدك استقرار، بدك حياد، الحياد بيجيب لك استقرار. الخلل بوحده من هول معادلتين حيؤدي الى خراب البصره على رؤوسنا جميعا، وهيدا الشيء اللي عم يعبروا عنه الخليجيين اللي بيقولوا. شو يعني خراب البصره؟ يعني لما نحن من من نخرق عامل الحياد اللي هو النقي بالنفس او الحياد الايجابي، بنكون عم نعرض حالنا لمواجهه مكشوفه ومفتوحه، مش بس مع امريكا وربما مع اوروبا، مع العالم العربي اللي نحن عندنا معه علاقات اقتصاديه كبيره، عندنا معه مصالح كبيره، وعنده عندنا طبقت طبول الحرب وتبين انه ما في امكانيه اي حرب، اي ما بعرف اي حرب باي صيغه، ولكن لما استقال الرئيس الحريري سمعنا طبول الحرب في كل المنطقه، يعني كان في تخوف حقيقي من الحرب. بعد ضبابيه استمرت يومين ثلاثه او اسبوع تبين انه ما في امكانيه للحرب، ما في رغبه، يعني في حرص اوروبي وامريكي على الاستقرار في لبنان. اذا شو هو خراب بصره؟ طيب اول شيء خراب البصره انا بحكي اقتصاديا، بس بدي ارجع اذكر بشيء انا قلته مع الاستاذ مارسيل غانم، بوجه له تحيه وبستنكر اللي عم يصير معه مجددا. بدي اقول انا قلت بشكل كتير واضح بنفس الليله اللي سال فيها الرئيس الحريري انه ما تاخذوا استقاله الرئيس الحريري بما هي، لانه ربما تكون هي مش يعني عملت صدمه، ولكن خذوها كصدمه جيده، كصدمه، لانه اعتبروا انه ما وراء هذه الاستقاله اخطر من الاستقاله. لو ما وجد الرئيس الحريري انه في خطر اكبر من الاستقاله ما كان قدم الاستقاله. اللي عم نقوله اليوم الخطر اللي اكبر ليس حرب، ربما كان يكون حرب، ربما اسرائيل تتذرع انه هذه الحكومه حكومه حزب الله وتشن حرب بلحظه من اللحظات، اذا كان المناخ كله مؤاتي، يعني اذا كان العالم العربي عم يقول هذه حكومه حزب الله وامريكا عم تقول حكومه حزب الله، اسرائيل بتركب الموجي وهذه حكومه حزب الله، هذا بلد حزب الله وعبروا عنها، وهذا جيش حزب الله، وهذا مؤسسات حزب الله بدنا ندمرهم. فربما تكون هيدي نزعت فتيل من فتائل التهويل الاسرائيلي. وايضا كان في العالم العربي متاهب ليقول هذه حكومه، وعبر عنها وزراء الخارجيه العرب، هي حكومه حزب الله، اذا هيدي دوله لحزب الله، اذا منحاصرها اقتصاديا، كمان نزع هذا الفتيل. لذلك كنا عم نقول شوفوا خطوه الرئيس الحريري من اليوم الاول عشيه الاستقاله، قلت خلينا ننظر لها بطريقه ثانيه، وخلينا نشوف كيف منعالج مسبباتها لنحمي البلد، لانه بعتقد انه هي حمت البلد من اصطدام مباشر. لا حتى احكي ليش سدي، ما لاقول لك ليه. نحن اليوم وصلنا لمرحله كنا عايشين بلبنان بمرحله او بالمساحه الرماديه بين ايران والسعوديه. في لحظه من اللحظات اصطدمت ايران بالسعوديه مباشره. هي المساحه اللي كنا قاعدين فيها انحسرت بل تلاشت. صار الاصطدام مباشر من خلال اعلان حرب واضح من ايران على السعوديه ومن السعوديه على ايران. صار في تبادل اعلان حرب. السعوديه اعتبرت في صاروخ اطلقته ايران على الرياض وردت عليه باعلان حرب. بهيدي المرحله نحن كنا امام تصادم كثير كبير. كان الرئيس الحريري وكل المنطقه امام خيارين، او الحرب الايرانيه السعوديه او التسويه، ما بقى في عندنا مجال للمناطق الرماديه بيناتهم. نحن شو هدفنا؟ شو هدف الرئيس الحريري؟ هدفه تحييد لبنان بهذه اللحظه، خلينا نحيد لبنان بحيث انه اذا وقعت الحرب التي لا نتمناها ابدا ونحن ضدها، اذا وقعت الحرب فيما بعد بنكون حيدنا لبنان عن حرب استباقيه، نكون محرقه قبل الحرب، يعني نطلع كبش فداح. واذا حصلت التسويه بنكون ايضا، ليش بنعمل هلا معركه بلبنان وتحصل التسويه بعدين؟ فكان رايه محافظ على الاستقرار والحياد بحيد لبنان عن ممر الفيل الايراني السعودي واللي ما خلفه امريكا وروسيا، وبخلينا نمر هذه المرحله الانتقاليه بسلام. كنا مارقينها بسلام بالفترة الماضية من دون ما يكون في نقي بالنفس، وكان في غض نظر عربي ودولي، هذا الغض النظر توقف، وقف العالم العربي وقال خلص خلصت، أنا أمني مهدد بدكم توقفوا. رئيس الحريري ذهب بهذا الاتجاه ليقول إذا كنتوا
فعلا بدكم تحافظوا على هذه التسويه اللي حمت البلد، بدكم شروط التسويه تنفذوها. خلينا نتوقف مع فاصل، من بعدها بدي احكي عن شروط التسويه وقد ايه في امكانيه للتراجع عن هذا التريوس بعد هذا الفاصل. مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد وإلى سعادة النائب عقاب صقر، برحب فيك عن جديد. كل سياق الحلقة عم تتحدث بإطار أنه الرئيس الحريري هو كان المبادر، هو الذي قام بمبادرة وبصدمة إيجابية لكي يستطيع أن يغير المشهد أو يعني الشوائب اللي طالت المشهد اللبناني والتسوية، ولكن يعني طبعا كنت عم أكد بدفع من السعودية اللي كانت عم تحطنا أمام خيار صعب. هذا المتغير الجديد، دفع عربي أنه أنتوا أمام خيار صعب أصبح، وعم بتقول أنه ما في منتصر ولا حدا انتصر على حدا ونحن بعدنا بصدمة إيجابية وبإحنا طيب عظيم. ولكن اليوم الفريق الآخر في البلد لا يشاركك أبدا نظرتك لهذا الموضوع. يعني اليوم أنا إذا بدي أخذ خطاب، أول خطاب صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة بعد عودة الرئيس الحريري، هم يقولون نحن انتصرنا وبأنه ردينا الاعتداء. طبعا هنا يعني الاعتداء هن ما سموا السعودية، ولكن إذا بدي أقول الاعتداء أكيد منه اعتداء إسرائيلي، يعني هنا عم يحكوا عن السعودية ورحبوا بكلمة الحريري، وأيضا قالوا بأنه هذا مؤشر بأنه الأمور ستعود إلى ما كانت عليه. يعني تناقض تام مع اللي عم بتقولوا، هن انتصروا بهذه المرحلة. هلأ بعتقد الانتصار يمكن حكي عنه النائب فضل الله، والكتلة حكيت عن شيء تاني حتى نكون دقيقين. هلأ إذا معتبرة الحالة الكتلة الوفاء المقاومة عملت انتصار، فخلي تزيدوا على سلسلة الانتصارات الوهمية. يعني ما الحديث عن انتصار على السعودية، نحن هذا يعني كلام خارج عن المنطق وخارج عن السياسة، تحطه بدفتر انتصاراتها ما بيعنينا. هي تنتصر وتسجل انتصارات يومية وشأنا، لأنه الكتلة والنائب حسن فضل الله وحزب الله كل يوم بدهم يعملوا انتصارات بالمنطقة وخارجها، انتصروا على الشعب السوري، انتصروا على وهيدي أدبيات نحن واجهناها مرانا وتكرانا. نحن اللي عم نقوله هلأ ما بيهمنا هذا الحكي كله، نحن بيهمنا في واقع، في أزمة موجودة بالبلد، ما هي إجابة حزب الله عليها؟ خلي حزب الله يعطينا إجابة إيجابية على الحياد ونحن بدنا نطلع نقول حزب الله انتصر. يطلع حزب الله، نحن قلنا رئيس الحريري راجع، على حزب الله نرجع على لبنان. بكره يطلع سيد حسن نصر الله يقول انا راجع على لبنان، بدي وقف تدخل الامني والعسكري بالعالم العربي. اعطاك كثير اشارات ايجابيه. انا اعمل لك، انا اول واحد حاطلع اعلن انتصار حزب الله. هيدا الانتصار الحقيقي، بيكون انتصر على شو؟ انتصر على خيبه لبنان، انتصر على على امكانيه تعريض لبنان لعقوبات. أوكي. انتصر لصالح لبنان. أوكي. وعلاقاته والمواطن اللبناني العايش برا اللي قلقان، والمواطن اللي عايش هون وقلقان وعايش على قلق. خلي حزب الله هالمرة ينتصر على قلق اللبنانيين وعلى هواجس اللبنانيين بدل أن ينتصر على السعودية أو على اللبنانيين. ولكن السيد حسن أعطاكم إشارات إشارات إيجابية. ممتاز. أولا قال أنه الموضوع بسوريا انتهى، فبالتالي يعني ممكن العودة. العراق نفس الشيء، أما باليمن يرجع. أما باليمن يعني مربط الفرس، فقال لا تواجد لإلنا باليمن إلا إنسانيا. بذكرك بشيء هالحديث تواجد الإنسان؟ هني لما نحن قلنا متواجدين إنسانيا وإعلاميا بسوريا تمسخروا علينا، طلع السيد وقال هو متواجد انسانيا باليمن. لا نحن لا نهزف، اذا يعني ما عم نهزأ من حدا. لا عم اقول لما قالوا مش عم بهزأ، عم اقول لما طلع قال يعني سألت انه الامرار بتتدخلي انسانيا، ومش بس تقولي بتدخل انسانيا. يعني انا بتيار سياسي مدني قلت تدخلنا اعلاميا وانسانيا ما صدقوا، قالوا سلاح. حزب الله حزب عسكري مسلح موجود بثلاث اربع دول، قال تدخلت انسانيا صدقوا. هيدا جزء من لعبة الإعلام والبروباغندا. طيب أنت مصدق؟ طيب عظيم، عم بقول لك نحن إنسانيا موجودين، عندك دلائل بالعكس؟ ما عندنا أي مشكلة يتواجد حزب الله إنسانيا. ايه؟ وإعلاميا وسياسيا. أوكي. بكل الثورات العربية من عدا الثورة السورية لأنه هو شغلته يقمعها، يتواجد بكل هول المطارح، ولكن لا يتواجد عسكريا وامنيا. يعني بحق لحزب الله يطلع يعطي موقف باللي عم يصير باليمن بنيكاراغوا، شو بعرفني، بده يعطي موقف، يعطي موقف، بس ما يطلع جيشه وعسكره وقواته ومدربين وخبراء التفجير عنده ورمي الصواريخ
لا على اليمن ولا على سوريا، سوريا عنده جيش كامل، ولا على العراق ولا على البحرين ولا على بس انا بدي اجاوب على هيدا. فيما عدا ذلك نحن ما عندنا اي مشكله. طيب انتم بتشككوا انه هو موجود انسانيا شأنكم شأن تواجدكم بسوريا؟ مش نحن مش مشككين، نحن ما كان عندنا معطيات عن وجوده باليمن. أوكي. في معطيات لدى السعوديه ولدى أوكي. الخليج عن وجود عسكري، وفي اشرطه عرضت على الناس بحزب الله عم يدربوا نعم. على عمليات انتحاريه او بيقولوا لنا عمليات استشهاديه هن ضد الجيش السعودي، عرضتها قناه العربيه. اذا السعودي عم يقول في ادله على وجود حزب الله، والسيد كان قايل عنا خبراء فعم يقول خبراء اطلاق الصواريخ وخبراء التفجير موجودين. انا ما بصدق طبعا الحكي اللي مرق بوزاره الخارجيه العرب انه حزب الله عم يبعث صواريخ على اليمن، لانه حزب الله بيجيب صواريخ من ايران ما بيبعث صواريخ، يعني هذه منطقيه، وهذه اللي اشار لها السيد نصر الله معه حق فيها. ما بعتقد انه بيبعث صواريخ، لكن هن عم يشتكوا من وجود خبراء لحزب الله بالتفجير، خبراء برمي الصواريخ البعيده المدى عم تاثر عليهم. نحن اذا اجاب حزب الله عن هذه المساله بشكل ايجابي رح نرفع له القبعه، رح نقول له انت انتصرت، وراح نشاركه بذكرى يوم الانتصار، لانه فعلا بنكون انتصرنا على ازمه عم تعترض لبنان، وبكون انتصر لصالح كل اللبنانيين. طب يعني اليوم في ازمه قائمه طويله عريضه، ونحن متريسين يعني والرئيس متريس بالاستقاله، نحن كلبنانيين يعني متريسين متريسه حكومتنا بالاستقاله، لانه نحن مش عارفين ومش مؤكدين اذا حزب الله باليمن او لا. لا انا ما قلت نحن مش عارفين، نحن انت عم تقول السعوديه بس انتم ما عندكم دليل. نحن ما عندنا ادله، لانه نحن لا عندنا جيش، السعوديه عندها جيش، ايه؟ عندها طيارات أواكس. أوكي. عند وجود حضور يمني تابع لها مباشرة بيقدر يزودها بمعلومات. نحن شو تواجدنا باليمن، شو عنا إمكانية نكتشف شو في باليمن الدولة اللبنانية؟ انتو كتيار نحن ما نعرف شو طبيعة وجود حزب الله بسوريا. انتو كتيار مستقبل بعده هلأ بقول حماية مقامات ايه، وانتو عم تقولوا كنتو عم بتوردوا حليب و طيب حليب. نحن قلنا كنا عم نورد مساعدات إنسانية وحليب وبطانيات، وثبت بالدليل اللي قدموه انه ادله كاذبه ومفبركه. هن جيشهم موجود، عسكرهم موجود، سلاحهم الثقيل موجود، وعم يقصف الكره السوريه. طب بيتقارن هيدا بهيدا يا اخي؟ طيب نحن سحبنا جحافلنا المفترضه اللي وينيه ما عم بعرف وينيه، واسلحتنا الفلسطينيه من سوريا. طيب وين حزب الله؟ اذا هن كانوا معترضين مع انه ما كان في شيء، نحن كنا عم نقول وبعدنا عم نقول بحق لك بالسياسه وبالاعلام وبالعمل الانساني تمارس قناعاتك بكل العالم العربي والعالم، ولكن ما بحق لك تفوت عسكرك وسلاحك وتغذي العالم العربي، لانه مش لانه حرصا على العالم العربي، حرصا علينا كلبنانيين من تبعات هذا التدخل بس، حرصا على اللبناني الموجود بالخليج وباوروبا وبامريكا القلق الان، اللبناني الشيعي اولا وغير الشيعي ثانيا، لنكون صريحين، اللي الشيعي عنده قلق 10 اضعاف غير الشيعي، لانه يشعر بانه اصبح موضع مساءله، موضع ملاحقه، موضع شبهه، فقط لانه يحمل الهويه اللبنانيه او ينتمي للطائفه الشيعيه. هيدا القلق حزب الله معني. انا قلت يوم اللي كان الرئيس بالرياض، طلعت على قناة العربية وقلت نحن لا نطلب من حزب الله أن لا يلبي الاستراتيجية الإيرانية، نحن نطلب منه أن يلبي 60% من الاستراتيجية الإيرانية و40% من مصلحة لبنان. ما عم نقول له نحن 60 لبنان. ليه عم بتقول 100% هو بيطبق المصلحة الإيرانية؟ برأيي أنا وجوده خارج حدود لبنان باليمن والبحرين والى ما بعرف محل ما موجود وسوريا والعراق هو جزء من استراتيجية إيرانية مش جزء من استراتيجية لبنانية. لبنان ولا مرة لا بخطاب القسم لا بالبيان الوزاري لا بإعلان بعبدة سمعت أنه ينظر لبنان بقلق لما يتعرض له الحوثيين في اليمن، ويسعى لبنان إلى الدخول إلى الأنبار وبغداد، ويتهيب لبنان عملية حلب. يعني ما سمعت هو اللي سمعت أنه لبنان عم بيقول الرسمي نحن ننأى بنفسنا، نحن حياديون في هذه المشكلة، وكان حزب الله جزء من هذه الحكومة. لما بشوف هالاستراتيجية اللبنانية ببيان الحكومة وببيان القسم بفهم هالاستراتيجية اللبنانية. لما بلاقي الإيراني عم بيقول أنا بدي أتواجد بكل منطقة وبدي فوت على كل عاصمة وبدي أحتل 4 عواصم عربية، بفهم بعقلي البسيط وبرجل الشارع أنه هاي استراتيجية إيرانية يلبيها حزب الله. بنفس المنطقة عم نقول له لبي 60% وخذ 40% من خطاب القسم. شو ال 40%؟ انسحب لنا أمنيا وعسكريا. أنتم عم بتقولوا أنه هي مصلحة إيرانية اللي عم بيطبقها حزب الله، مو استراتيجية إيرانية. وهي جزء من مصلحة حزب الله، هي تطبيق المصلحة الإيرانية. وهي هذا اللي مصلحة حزب الله كمان. لا هو حزب الله جزء من هذه الاستراتيجية، يعني يطبق مصلحته. حزب الله جزء من استراتيجية إيرانية بالوجود العسكري في العالم العربي. أوكي. نعم يعني أوكي. ما فيني انه اطلع يعني اقول انه اضحك على العالم واقول لهم انه والله وجوده هو نابع من وجهة نظر بيان القسم، قراءة معينة لبيان القسم او فهمه للبيان الوزاري. أوكي. لا
نابعة من استراتيجية إيرانية لا ينكرها حزب الله. يقول السيد نصر الله أنا مالي وفكري وإعلامي ولبسي وتيابي وغراضي من إيران، وبيقول أنا ولاية الفقيه وأنا جندي بولاية الفقيه. طب أعلى رأس الهرم بحزب الله عم بيقول أنا جزء من مشروع ولاية الفقيه ومن مشروع، أنا بدي إجي أقول لا وإضحك على الناس وإلعب بخيال إصبعي؟ لا، هيدا شيء واضح. طيب. نحن عم نقول وفق ما بين هذا التوجه اللي عندك الإيراني الكامل وبين مصلحة اللبنانيين اللي أصبحت على محك الخطر. وهيدا سؤال كتير بسيط كتير بديهي وكتير طبيعي أنه يسأل لأي حزب لبناني ويجيب عليه إيجابيا. طبعا بتقولوا إذن أنه في مصلحة مشتركة مع وهذه استراتيجية إيرانية. طيب خليني هون نشوف أنه كبيان وزاري أنتوا كنتوا مع عدم التدخل والحياد وعدم المس بالمصالح العربية. كل هذا السيناريو من تدخلات لحزب الله في الأقاليم العربية كان موجود، صح، إلى أن اعترضت السعودية على التواجد في اليمن، نعم، على تواجد الحزب اللاوي أو الإيراني في اليمن، فطلعت الصرخة وكانت الاستقالة. نعم. طب أدي فعلا هيدا في من السيادة والاستقلالية لما يكون نحن اليوم رئيس حكومتنا عم بيقلنا أنه أنا بدي طبق النقي بالنفس لأنه السعودية مزعوجة من اليمن؟ طيب أنا حقول لك هيدي سيادة 100% وحشرح لك بالدليل. تفضل. لو كانت السعودية يعني باع السودان وبعتت ورانا ومش استخفافا بالسودان وقالت لنا يمكن كنا قلنا لا ما عنا إمكانية، مش حنيجي نخرب الحكومة كرمال إنه السودان مزعوجي والله من إنه في شيء مشكلة بالنوبة حزب الله متدخل فيها أو فايت مع جماعات بجنوب السودان. أوكي. يمكن كنا تغاضينا، قال له نحن بنفهمكم ونحن حقكم علينا ومنحاول نشتغل فيها ولكن بدنا نسيسر بالحكومة مثل ما كنا متعايشين مع حزب الله كلها فترة التسوية. لكن لما بتجي السعودية وخلف الخليج بتحطك قدام خيارين، أنا أمن الرياض مهدد وبيروت أمن بيروت الاقتصادي ليس أولى من أمن الرياض الأمني، وإذا أنت بدك تخرب لي بلدي أنا بدي حطك قدام عقوبات اقتصادية، وإذا أنت بدك تتحول لدولة معادية لألي أنا بدي مارس عليك حصار واعتبرك مثل ما كانوا عم يقولوا السعوديين اعتبرك دولة معتدية وتعلن الحرب علي. لما بفهم أنا أنه عندي 350 ألف لبناني بالسعودية و200 ألف منتشرين بالخليج وعندي 85% من صادراتي الزراعية بتروح على الخليج وعندي مستثمرين خليجيين يمكن يخيرون بين السوق الخليجي واللبناني، بيكون كتير سيادة اني اقول انا حفاظا على مصلحة لبنان الاقتصادية حفاظا على وحدة لبنان وتماسكه لا انا بدي لبي هذه المطالب. عم قلك اياها بشكل كتير واضح لانه لو السعودية تركتنا بفترة السماح كنا ماشيين وشايفين حزب الله وعارفين شو عم يعمل حزب الله، بس عم نقول خلينا نحافظ على البلد، مش عم نقدر نقول لحزب الله رجع نحافظ على البلد. لما صار تهديد السعودي بيهدد البلد والاستقرار كله الاقتصادي للبلد صرنا لا امام خيار تاني بنقوله لحزب الله عملك فترة السماح اللي اخذناها. يعني الرئيس الحريري دفع سنة من جيبته لحزب الله بس ما بيقدر يدفع من جيبة السعودية وقلت له السعودية ما بدي ادفع، ودفع من جيبة العالم العربي لحزب الله. هاي عفوا هيدا نظرتك او هاي نظرة ايضا الرئيس الحريري انه هذه السنة سنة التسوية هو دفع من جيبته كرمال هذه التسوية؟ ليش حدا بينكر انه الرئيس الحريري دفع كتير من اجل التسوية؟ حدا بينكر هيدا الشيء؟ يعني اجت على حسابه هيدا التسوية؟ لا ما اجت على حسابه. لهي الفرق لحلك ليه؟ ما لما تدفع من جيبتك بيجي شيء على حسابك. لا لا لا, لا. في فرق ما فيك تدفع حسابه يعني قصدك انه اجت التسويه واخذت له حصته؟ لا مش هيك. الرئيس الحريري راح لدى لما عمل التسويه عمل غطاء لحزب الله امام العالم العربي وطلب فتره سماح وامام المجتمع الدولي، وكان لما العقوبات الامريكيه بتنزل على لبنان يطلع هو ويصير يسموه وزير خارجيه حزب الله، هو كان وزير خارجيه لبنان، هو كان رئيس حكومه لبنان للدفاع عن لبنان. أوكي. والرئيس الحريري بنفس الوقت كان يغض الطرف عن سلوك حزب الله ببعض الاحيان اللي عمل كذا خرق وعددناهم 1701 خرقوا قصه الاستعراضات العسكريه وغيرها، وايضا غض النظر عن وجود حزب الله بالخارج لانه كان عنده عبره انه خلينا نعمل استقرار داخلي ونهوض اقتصادي هيدا اولى حاليا. لما اصطدم مشروع حزب الله العسكري والامني بمصالح لبنان في العالم العربي عاد الرئيس الحريري السيادي بامتياز ليحافظ على مصالحه السياديه ومصالح لبنان، فكانت الاستقاله حل وسط والتريث حل وسط ضمن الحل الوسط. اكثر من هيك شو بيقدر يقدم سعد الحريري؟ بعده عم يقدم حتى بالتسويه وبالاستقاله. قدم سعد الحريري قدم استقالته لحمايه البلد بدل ما يشكر بيطلع انه والله عم ياخذ التزامات ومؤتمر بالسعوديه. هلا انا بطلع بقول لك ما بدي السعوديه وما بدي الخليج، اعطيني حل. خلينا نشوف قد ايه واقع اليوم هذا الطرح اللي عم يطرحه الرئيس الحريري للعوده عن الاستقاله او العوده عن التريث. على العموم اليوم عم بيقول النقي بالنفس
وحياد لبنان وعدم التدخل في الشؤون العربية، ولكن الكلمة الأساسية هي النائب النفس. خلينا نشير أن النائب النفس منه مصطلح دستوري ولا دولة، المصطلح المتعارف عليه هو الحياد. ولكن على العموم اليوم لبنان تاريخيا هو بقلب صراع، بصراع عربي إسرائيلي وانضم إله من بعد صراع سني شيعي. هل في على أرض الواقع منطق بيقول أنه بلد هالقد بقلب الانقسام إن كان إسرائيليا أو إن كان سنيا وشيعيا قادر أنه يحيد على حيد نفسه من هذه الصراعات اللي هي أصلا متشابكة؟ وهون خلينا دلل أنه حتى أنتو ما قدرتوا تنقوا بنفسكم ودخلتوا إلى سوريا، ما بعرف عن أي طريق، ولكن ما قدرتوا تنقوا بنفسكم، في دليلة واضحة أنه هالبلد ما في ينقى بنفسه. طيب خليني أعطيك شغلتين سريعة. أول شيء نحن لما دخلنا إعلاميا وسياسيا كنا عم نعطي موقف، وموقفنا كان واضح، وبالرغم من ذلك في عدد من النواب وجماعات الممانعة طلبوا لي بالإعدام باعتباري عم بتدخل بتخريب العلاقة مع سوريا، طلبوا لي بالإعدام. نعم. طيب شو بطالب هلا يعني اللي عم يعملوه؟ شو بنطالب؟ نحن مش عم نطالب بالإعدام، نحن عم نطالب بالعودة. يعني أقل بكتير من السقف اللي قالوه على تدخلنا السياسي. بتدخلهم العسكري عم نطالب بس بالعودة، اللي عم نقول علقوا المشاني مثل ما طلبوا إعدام ورفع حصانة ومثل ما لنا لا رفع حصانة ولا علقوا مشاني، عم نقول ارجعوا. ليش ارجعوا؟ لأنه اصطدمتوا بالمصالح اللبنانية. فإذا هيدي وحدة لا يعني لا تكون واضحة. المسألة الثانية إنه إذا أنت عم تقولي إنه هذا اللبنان الصغير بيقدر ينقع عن الصراع، بيقدر يكون بمنقع عن هذا الصراع، أنا بقول لك السؤال الأولى هذا اللبنان الصغير بيقدر يحمل كل تكلفة هذا الصراع؟ هذا السؤال موجه لحزب الله. هو بيقدر ينقى؟ نعم. بيقدر يحمل تكلفة الصراع؟ لا. بيقدر ينقى لأنه مش مطلوب منه ينقى عن مصالحه، يعني ينقى بنفسه عن مصالحه، مطلوب منه ينقى بنفسه عن المس بمصالح الآخرين. يعني ما مطلوب منا لا السعودية ولا الخليج بنسمح له نطلبوا منا أنه شو بدكم تعملوا بلبنان وشو خياركم بلبنان، ولكن لما بيقولولنا أنتوا عم تمسوا بأمننا نحن ما نوقف عند هذا الأمن، ونحترم خطاب القسم اللي قدمه فخامة الجمهورية، ونحترم بياننا الوزاري اللي نحن انعقدت إرادة اللبنانيين على الإجماع عليه. أوكي أنا انتهى وقت، بس عندي سؤالين كتير مهمين لازم. كيف إذا انتهى الوقت كيف بدي أجاوب؟ تسأليهم بس؟ لا نسرق وقت. على العموم اليوم أيضا بموضوع وجود الرئيس الحريري بالسعودية، مجتهد بالأمس غرد قائلا بأنه وجوده بالسعودية كان لأسباب سياسية ولأسباب تتعلق أيضا بالفساد المالي. بدي أرفق هذا لنقول أنه مجتهد منه هالقد كريدبل. خلينا اليوم أرفقها بول ستريت جورنال اللي قالت أنه الحريري كان موجودا في السعودية على خلفية قضايا متعلقة بسعودي أوجي، وأرفقها بنفس اليوم طلعت بالفاينانشال تايمز بتقول أنه تحقيقات حصلت عليها تحقيقات صح حصلت في هذا الوقت لسعودي أوجي المملوكة من آل حريري في مشروع التزامها بناء ريتز كارلتون. كل هالمصادر تقاطعت على أنه كان موجود بسبب أيضا ملف مالي وفساد مالي. أنا حأكد لك بشكل جازم أنه كل هاي المصادر كاذبة، وإذا بدك بعدد لك عشرات المرات معتذر الجارديان ومعتذر الواشنطن بوست عن معلومات، بأكد لك أنه هو مصادر نفسه بيشبهوا مصادر مجتهد اللي هو معارض سعودي بده يشوه سمعة السعودية وسمعة الرئيس الحريري. بأكد لك أنه ما في شيء خاصه بالفساد، وسعودي أوجي المفلسة بسبب ما عانته بالسعودية وإلى مال بذمة الدولة السعودية لا يمكن أن تكون فاسدة لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بالأدلة. ولا الرئيس الحريري تعرض لسؤال لا كشاهد ولا مباشر ولا غير مباشر، هيدا جزمة، ولا بأي شكل حول شيء خاصه بالفساد أو بالكارت. نفي قاطع. نفي قاطع. وإذا عندهم دليل يقدموا. الرئيس الحريري لم يسأل عن هذا الأمر، لم يسأل. وإذا سئل عنده الكثير ليقوله حول ما عانته أوجي وصولا للإفلاس. أول مرة بشوف بحياتي فاسد بأفلس. يعني واحد بيشتغل عادي ما بأفلس، بس واحد بيشتغل وفاسد وبأفلس، يعني هيدي ما بتركب عقص قزح، ولكن بتركب عنا على رئيس الحريري لأنه جسمه لبيس. مش عمنا هذا جرائد عالمية يعني كريدبل إلى مصداقية. أنت بتعرف أنه هاي الجرائد العالمية في ثلاث جرائد نقلوا وفي محطات عالمية نقلوا أنه عماد مغنية اغتالوا السيد حسن نصر الله بوقتها، ليه ما صدقنا؟ جرائد عالمية قالوا أنه حزب الله اختار رئيس الحريري، ليش ما صدقنا نحن؟ ليش ما عم تعمل أنه حزب الله اختار رئيس الحريري؟ اللي بده يوافق على الجرائد العالمية ببلش من دير شبيغل على واشنطن بوست عن نيويورك تايمز، بيوافق على أهم من هيدي الصحف ونوافق ساعات عليها كلها. سؤال الأخير اليوم جريدة السياسة الكويتية قالت أنه في مساعي لرأب الصدع مع الدكتور سمير جعجع، دقيق هذا الكلام؟ لا يوجد صدع
مع الدكتور سمير جعجع. أوكي. يوجد يمكن صار هلأ فطور مع أنه بواصل رئيس الحريري، بس بقدر أكد لكل اللي عم يصطادوا بالماء العكر ما يروحوا كتير بهذا الموضوع، لأنه يومين ثلاثة فترة بيلاقوا سمير جعجع ببيت الوسط قاعد هو رئيس الحريري، فبتطلع كل هاي التحليلات. هو من الخونة؟ ورق كدش هو من الخونة اللي تحدثت سمير عنه مصادر. سمير جعجع لا خاين ولا بيخون، وهيدا الحكي عن جوقة الخونة هو جزء من منظومة البروباغندا اللي 99% منها مفبرك لزر الرماد في العيون وحرف المشكلة من المشكلة الأساسي وتحويله إلى مشكل فرعي لن ندخل به، لن ننخرط به، والحديث عنه مضي على الوقت، واللي بده يكتب من هلأ قل له ما يصرف حبره على الفاضح. شكرا لك على وجودك معنا، أو على وجودنا كنائب عقاب صقر. شكرا لك مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونهاركم سعيد.